في الشعوب المحيطة فينا، يعني هو لم يقلها فأنا أريد أن The world left us alone. We are alone in Gaza without any support. We are facing a tragedy in Gaza, a real tragedy in Gaza. For 6 or 7, even more than that, months, we are suffering from lack of electricity, lack of water, lack of food, blockades, lack of work, no work. And this blockus around the Palestinian people caused for us a drama. بقول لك رمضان اللي فات كل بعد فتره بقيت اتذكرك يعني اطلع في الشارع اقول وين مفيش حد ما تلاقينيش هنا في الشارع هنا مدينه الزهره غاد ان شاء الله اشترينا غاد ارض زبطنا حالنا بس انتوا تطلعوا منها لحد يخلصكم صار كم سنه لكم يا صاحب بركن بكرة بطلع كل سنة بنحتفل في عيدنا هذا وعيد كتير كتير حلو بس إنه بالنسبة للوضع كل مرة كل يعني كل سنة عم بخرب وبرجع لورا مش راضي يتقدم يعني بالمرة ونتمنى إنه يتقدم ويصير سلام عنا ويصير أمن لكن بالنسبة للعيد عنا الوضع كتير كتير خربان وسيء وكتير صعب طلابنا احنا بالظروف اللي احنا فيها في لك جيران عندهم شهداء في لك اصحاب في من الاهل يعني الوضع ما بسمحش الواحد يعمل هذيك الفرحة بس استكفينا على قدر طقوس دينية